في الأروقة السياسية تتحدث الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي وبمشاركة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث عن وقف التصعيد العسكري. أما الواقع فله منطقه الخاص ولا يبدو أنه يلقي بالا لحديث السياسيين. هذه الفيديوهات قادمة من الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، وهي توثق المعارك الدائرة بين الجيش الوطني والحوثيين المستمرة منذ أيام. إن كانت مأرب بإذن الله كسرت شوكتهم في عنفوانهم، فهي اليوم بإذن الله تتكفل بإذن الله بشرفاء اليمن ومن وراءهم التحالف الوطني التحالف العربي، تتكفل بإذن الله بأن تقبر هذه الميليشيا وأفكارها المعوجة بحول الله تعالى. حروب للسيطرة على مناطق مهمة وسباق عسكري على أوجه للتمركز في هذه الأماكن. أما احتمال توقف العمليات العسكرية فليس واردا حتى الآن، هكذا يقول المشهد في مأرب. وإن كانت الجملة القائلة الحرب سجال تصف دائما واقع الحروب، فإنها هنا أشد وضوحا، فما يكسبه طرف بالأمس يخسره في الغد، وهكذا هي الحروب. هجمات متواصلة تشنها ميليشيا الحوثي على منطقتي المشجح وسلسلة جبال هيلان، إلا أن قوات الجيش نجحت في استعادة السيطرة على عدد من المواقع والاقتراب من سوق صرواح. وبحسب المصادر فإن مدفعية الجيش الوطني دمرت 3 عربات وعددا من الآليات القتالية التابعة للميليشيا. مخطوفين أن ناسنا ننقذهم يوما من الأيام نحن أو من يأتي. أزياء موحدة بين طرفي القتال، لكن المشاريع مختلفة. طرف يقاتل تحت لواء ميليشيا وآخر يقاتل تحت لواء الجيش الوطني.